تحرص اللجنة الطبية في بعثة مملكة البحرين للحج على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين. نعم، فقد أكد رئيس البعثة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان أن مملكة البحرين تتابع صحة حجاج بيت الله متابعة حثيثة قبل سفرهم للديار المقدسة، وتشدد على ضرورة حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة والتطعيمات المطلوبة لموسم الحج. طبعا لا شك احنا نهتم بصحة المواطنين الحجاج، وطبعا من الشروط انه لابد ان يكون التطعيم يعني مأخوذ من مملكة البحرين وتوافق عليه المملكة العربية السعودية حفاظا على سلامة الحجاج. ايضا كما ذكرت يعني هناك ان شاء الله الطاقم الإداري والطاقم الطبي يهتم إن شاء الله بصحة المواطنين، فمن أراد أن يراجع البعثة الطبية وهي مفتوحة الآن، وأيضا في المدينة المنورة سيكون هناك مركز طبي ممكن لأي حاج يراجع هذا المركز بإبراز بطاقته الشخصية حتى يتم العلاج بالمجان على بعثة مملكة البحرين.